وعايزه اقول لحضراتكم كمان على يعني بمناسبه الفوز طبعا كالعاده كابتن محمود الخطيب يعني وجه الشكر وجه التحيه للاعبي الاهلي وللجهاز الفني والجهاز الاداري والطبي بعد الفوز في مباراه القمه، واشاد بشكل كبير جدا بالاداء الرجولي والعظيم والمحترم لكل العناصر الموجوده في الفريق، واتكلم عن روحهم كمان العالية، فكرة يبقى عندك كمان يا كريم إصرار على إحراز الفوز، الشعور بالمسؤولية، ودي نقطة مهمة جدا، اللاعب نازل عنده مسؤولية، عنده إحساس بالمسؤولية، أنا لازم أكسب، أنا لازم أفرح الجماهير، أنا لازم أحقق الفوز للنادي الأهلي، مفيش رفاهية هنا إن أنا أخسر تاني، مفيش رفاهية إن أنا أتعادل، مفيش رفاهية أبدا خسارة أي بطولة، كل ده حتى شكل ضغط على اللعيبة وعلى الفريق، بس لابد منه. لابد منه، هو ده اقل حاجه احنا ممكن نقدمها لجماهير النادي الاهلي اللي هي فعلا في الحلوه وفي المره معاك، عمر ما الجماهير جت قالت اي كلمه وحشه او غيره او قللت من فريق النادي الاهلي او من اي لاعب، ممكن يزعلوا لكن برضه في ظهرك، فدي نقطه مهمه جدا. وفكره هنا تقديرهم لقيمه برضه تيشرت النادي الاهلي اللي بيلبسوه او بيرتدوه، ده حاجه كبيره جدا، ده في حد ذاته حاجه كبيره جدا لازم اي لاعب في الاهلي يحافظ عليها. والفوز هنا بنتكلم تحديدا بقى طبعا يعني برضه بيضاعف يا كريم من مسؤوليات هنا كل طبعاً. العناصر، بنتكلم عن المنظومه الكرويه ككل، وللجميع برضه هنا الحق برضه في التعبير عن فرحته زي ما احنا قلنا، لكن خلاص هنرجع تاني، انا عارفه الكلام ده هيزعل البعض، بس احنا كده لازم نبتدي من اليوم التاني ده اللي احنا متعودين عليه ان احنا نفكر في اللي جاي، ايه هو اللي جاي؟ عندك لسه مشوار طويل جدا من مباريات، عندك مشوار طويل جدا من بطولات لازم تركز فيه، لازم كمان يبقى كل لاعب عارف ان هو ده قدر، فكره انك بتلعب في النادي الاهلي، خلاص انت دايما بتبحث عن المزيد والجماهير بتاعتك دايما بتبحث عن المزيد، لا يكتفوا بفكره ان انت حققت انتصار في مباراه او حتى بطوله واحده، خلي بالك انت هتاخد باذن الله الدوري، هيقول لك هات الكاس، هيقول لك كاس العالم للانديه وهكذا. وهكذا. كابتن محمود الخطيب برضو وجه تحية وشكر خاص لجماهير الأهلي الوفية، وقال كده تحديدا سواء اللي كانت في ملعب المباراة أو في كل أنحاء العالم، الجماهير دي هي اللي بتقف دائما خلف ناديها، هي من دعمت الفريق واللاعبين ومنحتهم الثقة والروح العالية وزادت من الدوافع لديهم لتقديم أداء متميز وتحقيق نتيجة طيبة. أشار كمان إلا أن هذه الجماهير كابتن محمود قال سوف تظل السند والقاسم المشترك في كل البطولات والانتصارات. الحقيقة جماهير النادي الأهلي لو هنقف عندهم كعنصر أساسي وجزء لا يتجزأ من منظومة النجاح اللي بتحصل كل يوم والتاني واللي بتتحقق على مستوى كل الفرق الرياضية مش بس كرة القدم، طبعا كالعادة كرة القدم هي اللي بتسحب الكم الأكبر من الأنظار يعني، لكن المنظومة نفسها لازم نقف عند حتى دايما التعليقات المتوازنه اللي بتصدر من الكابتن محمود الخطيب، كل بيان بيصدره بتلاقوه يعني موزون يعني ميزان ذهب زي ما بيتقال. الحقيقه اللي بيحصل واللي احنا بنشهده الفتره دي حاجه الى حد بعيد لما نرجع كده لتاريخ النادي الاهلي هنلاقي ان هي حاجه منطقيه جدا. بدايه اكيد ما فيش مساحه للاختلاف ان ما فيش كيان في الدنيا او حتى فرد في الدنيا بيفضل ماشي طول العمر على نفس الوتيره، لازم يكون في تعثر في بعض الاحيان، وقد يكون التعثر مطلوب احيانا عشان نعمل تاني ايه اعاده افاقه للاعبين عند اللزوم. الافاقه دي حصلت وبحذافيرها وكما ينبغي ان يكون، شفناها متجسده في ماتش امبارح وكم ماتش قبليهم الحقيقه، بس طبعا انتوا عارفين ان دايما لقاء النادي الاهلي ونادي الزمالك بطوله لوحدها مستقله، ده ديربي مستقل بغض النظر بقى بيلعبوا دوري بيلعبوا كاس ان شاء الله بيلعبوا ماتش ودي، دايما ماتش الاهلي والزمالك لا مقياس لكثير جدا من الامور. شفنا امبارح في هذا اللقاء الحقيقه الروح المعتاده والرغبه المعتاده عند لعيبه النادي الاهلي في تحقيق الفوز وقد كان الحمد لله.